اهلا يا دكتور، نحب نتعرف بحضرتك. انا دكتور عمرو عبد الهادي المليجي، استاذ امراض البطنه والسكر والغدد الصماء، كليه الطب جامعه القاهره. اهلا يا دكتور، تشرفنا بحضرتك. دكتور، كنا حابين نعرف من حضرتك نصايح للسكر، او قد ايه زياده الوزن بتاثر على مرض السكر. طيب، احنا عايزين نقول حاجه، ان نزول الوزن او نقص الوزن في مريض السكر هو جزء اساسي من علاج مرضى السكر، ومش بس هو بيبدا مع السكر، ده كمان بيبدا من قبل السكر. المفروض ان احنا في خطوات بنتخذها من قبل ما المريض يجي له السكر، يعني في المرحله اللي هو بنقول معرض ان يجي له سكر، هنا في الوقت ده لازم ابدا اعيش لايف ستايل، او يعني حياه صحيه، من ناحيه النشاط الرياضي، من ناحيه الاكل، النظام الغذائي. فالحفاظ على الوزن دوت من الحاجات الاساسيه اللي بقول زي ما حضرتك بتبدا من قبل ما يجي السكر، وبعدين بيستمر طول العمر لغايه اخر العمر. تمام. طيب يا دكتور، قد ايه بقى النظام الغذائي ممكن يفيد في الوقايه من السكر، او انه يبقى السكر منتظم عند المريض؟ هو النظام الغذائي طبعا هو الحقيقه مش بيبقى نظام غذائي بس، هو نظام غذائي مع رياضه، او يعني هنقول زياده في النشاط العضلي، يعني ممكن نمشي اكتر، نتحرك اكتر، ما نستخدمش الريموت كتير، نطلع السلم، لو بنروح شغل بتاعنا ننزل بعيد شويه عن مكان الشغل ونمشي. هو طبعا الحاجه الصحيه المعتمده ان المشي حوالي 150 دقيقه في الاسبوع، دي من الحاجات اللي بتساعد على نزول الوزن، وبتحسن استجابه مستقبلات الانسولين للانسولين، ونزول او انتظام السكر والوقايه من السكر. فهو النظام الرياضي والنظام الغذائي. النظام الغذائي هو الاقلال من كل شيء ابيض، السكريات، الملح، السكر، ملح، الدقيق، رز، الحاجات الابيض دي كلها، الدهون، كل دي لما بنقللها وبنزود الرياضه بتاعتنا بنحتفظ بصحتنا، وبيبقى فيه وقايه من السكر. لو كان عندنا سكر بيبقى احتياجنا للعلاج اقل من المريض اللي مش بيعمل رياضه، وممكن باذن الله ما يوصلش لمرحله ياخد انسولين. تمام، ميرسي يا دكتور جدا، شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك.